احلى حدا. حابة ارحب فيك ببرنامج سيدتي. طبعا انا حضرت اول ايفنت ليك اللي هو كان شوتينج ايفنت وشفنا كثير من السيارات الخارقه، بس اليوم احنا في ايفنت جيمي تشو جاتكس ومع اريبيان جزاز. قولي لي على الحدث اليوم. اليوم قررنا نعمل هالايفنت مع جاتكس وجيمي تشو حتى يعني هو درايفنج اكسبيرينس من دبي لجاتكس حتى البنات يعرفوا على هالمحل. واتس بيوتيفول لاونج، بنروح محلات يعني جديده، بنسوي حالات جديدة، بنجرب اكسبيرينس غير. كيف بدأتي؟ ليش جاتك الفكرة؟ يعني هي فكرة أكثر رجولية للسيارات بالذات في مجتمعنا، يعني ينظر إذا واحدة تحب السيارة يعني أكثر للرجال يكون. أنا بدي أغير هيدا المفهوم إنه السوبر كارز للرجال فقط. مثل ما عم تشوفي اليوم شيء أكثر من 20 سيدة كلهم بسوبر كارز. الفكرة كانت لأنه أنا كنت وحيدة بهالمجال، فبطلع على التراك ولا بروح شيء كار اكسبيرينس شوف إنه ما في سيدات، فقلت لازم أغير هالواقع. أيوه. كنت متأكدة أنه كان في سيدات مثلي عندهم هذا الشغف أكيد. بس ما عندهم هالبلاتفورم حتى يعيشوا هالباشن. قررت أنه I set it up هاي الأريبيان غزال، وشوي شوي يعني 5 member 6 member هلا صرنا أكثر من 50 سيدة كلنا بهالنفس الباشن فور سوبر كارز. ومن فين جاء اسم أريبيان غزال؟ أريبيان غزال هو الاسم الغزال والغزال اللي بيعيش بهالمنطقة اسمه أريبيان غزال. بعد قيادة المرأة في السعودية ممكن تحسن نسوي نادي زي كده هناك؟ في كتير ممبرز من السعودية already يعني they enjoying our experiences. عم نفكر نروح عندهم وين we set it up as well إن شاء الله فيكون أريبيان غزال سعودية. كيف ممكن لأي سيدة أنه تشارك في النادي؟ شوفي الممبرشيب is free. أي سيدة عندها هالشغف وعندها درايفنج لايسنس اوف كورس وسيارتها الخاصه لازم تكون عندها سياره سوبر كار. الدخول مجاني، ممكن تكوني في اي دوله وتجي دبي وتسجلي في النادي. Exactly. وفين تشوفي أريبيان غزال في المستقبل؟ والله شوفي احنا انا اي ونت تو كونكت كل النسوان العالم اللي عندهم هالشغف. أيوة. تحت هاي الامبريلا فهي ان شاء الله يعني بيكبر حجمنا وان شاء الله بنصير كلنا كونكتد. شكرا شكرا حنان لوقتك، صراحه فكره جدا جميله انه تجمع السيدات اللي عندهم شغف يعني نفس الشغف مع بعض. Thank you so much.